شكرا. مرحبا، شكرا جزيلا. وطبعا كل واحد يتحدث صافه ومعانا هو انا كنت وجيت لهون سائلكم احنا وسوريين، يعني اهل تحس دائما انه شايف اخوك، شايف عمك، شايف حدا بتعرفه وقت يشوف الواحد السوريين، حتى من حركته حتى بمشيته بتعرف السوري وقت تشوفه بعيد. هذا الشيء يعني قديش بفرح. بدي اخذ من كلام استاذ محي الدين مساله التبرعات اللي بتيجي من 10 قروش و10 ليرات، في تجمع عندنا بسوريا كثير من هذا النوع. نتذكر في بحمص في شيء اسمه جمعيه البر للخدمات الاجتماعيه، هي كانت من انشط الجمعيات ربما في العالم، هي الجمعيه ما خلت ولا متسوي بحمص، وهي المدينه الوحيده في العالم اللي ما فيها ولا متسوي، لانه كان ادراني انه تعمل هذا تجمع من اهالي حمص والخليل كلهم يدعموا هذه الجمعيه. وتذكر حدا من المغتربين من كثر ما انبسط منهم فراح لعنده وقال لهم انا بدي معي 400 مليون يا رسول، بدي اطلع فيه بتريدوا الجامع بتريدوا شو بدكم، لاني انا مؤمن فيكم. فعمروا مستشفى هي الارقى وهي الباقيه حتى الان عم تخدم جرحى حمص، عم تخدم الحوادث عم تصير حمص حتى الان موجوده جمعيه البر والخدمات الاجتماعيه بحمص. هي تجربه انه الناس كانوا يعملوا بطاقات 10 ليرات ويروحوا على الدكاكين ولهم يجمعوا 10 ليرات حتى الطلاب يدفعوا. فصار في جمعيه ولا مستوصف ولا مستشفى ولا مراكز كثير لخدمه المعاقين ولخدمه الجرحى ولخدمه الناس وعيادات خارجيه وهي والى اخره. تجربه اخرى لاخواننا المسيحيين بدمشق اسمها اسره الاخاء السوريه، اللي هي بتاعها حوالي 90,000 معاق في سوريا و90% هذول اسلام، مع انه الخولي اللي اسمه الاب بولس سليمان هو اللي عم يعرض مطارح التلفزيون لهذا الرجل وحب قال لي لا طالع بخوري سميني ابو فهد، فكنت ناديه ابو فهد على الشاشه كان يلبس جينز وقميص ويطلع. هذا الرجل قدر بخلال 10 قروش عمل بطاقات للناس اللي عم يشتغلوا معه، 10 قروش 10 قروش عمل جمعيه، وبعدين صار عوض واحد عوض ما يدفع 10 قروش يدفع 10 ليرات، وبعدين في ناس يدفعوا 10,000 ليره، وبعدين في ناس يدفعوا 10 ملايين ليره، الى انه صار في عنده 19 فرع بسوريا وعم ياخذ من كل من المعاقين من الاطفال، وبعدين صار يعالج ايضا امراض مستعصيه عند الكبار ويقدر يبعث على اوروبا وعلى امريكا يعالج الناس. اذا هذا النوع من التبرعات، واوباما بيعمل لهم ما شاء الله يعني كل يوم معك يبعث لنا 5 دولار. نحن لازم نعملها كمان، يعني ما نكون اقل من الناس، انه كل واحد فينا يتبرع بشيء بيقدر عليه. يعني بسيطة يا شباب، اعطيني 10 دولار، هلا اذا رميت منكم 10 دولار بصير معي 1000. يعني شغلة بسيطة والناس بتقدر يعني تعاون عليها. الحقيقة المشاريع اللي عم نحكي عنها ومسألة الإعلام. بال 90 جيت لهون 1992 ودرت على 11 ولاية، وكل ولاية كانوا يقولوا لي يا ريت تجي لهون نعمل فضائية، نحن بحاجة لفضائية تحكي عن السوريين بأمريكا. ونحن جاهزين، انا ما كنت فاضي كنت لازم ارجع على الشام فرجعت. هلا جيت لهون عم نقول له رزقك جيت يلا حابب اعمل فضائيه. فبالصدفه انه في ثوره في حاجات يعني بالنسبه للناس اهم اللي هي الاغاثه اللي هي اشياء كثيره. بس نشوف نحن يعني هل الاعلام يساوي الاغاثه اقل اكثر؟ ما بعرف، انا يمكن الثوره ما كانت انعكت لولا الاعلام. هي بدينا نصور الاغاثه يعني بتخلي الانسان يشعر بالدهشه كما الثوره. يعني واحد يقول لك انا جيت لهون ما بعرف لا احكي انجليزي ولا بعرف شيء، ورحت نمت بالحديقه، واحد منهم مصطفى عقاد يعني نام بالحدائق و الى اخره، صار مخرج عالمي. الثاني وصل لمرحله يعني ناخذ على المستوى العربي السماء بعد كل سوري، فاروق الباز الثاني كان ينام بالحدائق صار بعدين يكلف ناسا الى اخره. في قصص لكل واحد فيكم شو عمل، هي كمان لازم تطلعوا تشوفوها في بلدنا ويفخروا فيكم. المستقبل لهذا البرنامج هو او لهذه المحطه انه نرصد ماذا يفعل الامريكيون في سوريا وفي امريكا، شو عم يساووا، شو عم يشتغلوا ببلدهم، كيف عم يساعدونا. باختصار عم نحكي بسرعه، البرنامج نحن عم نشتغل عليه الان وبحاجه فعلا لدعم ودعم دائم. يعني ممكن الواحد يخصص
من راتبه إذا افترضنا راتبه 5 ممكن 100 وإذا راتبه 10 200 وهكذا. يعني ممكن يخصص شيء شهري ليعمل يساهم معنا إنه نعمل برنامج مهم، وكل ما كان معنا مصالح فنعمل برنامج أحلى وهيك بكون خلص. سيد توفيق كيف حيصير بس هالبرنامج؟ كيف حيصير بث البرنامج؟ عن طريق سوريا الغرب تلفزيون عن طريق سوريا الغرب اللي تلفزيون يوصل دايسات على أوروبا على الوطن العربي، بإضافة يعني ينزل على اليوتيوب يشاهدون. هل إذا صار معنا أكثر ممكن نخلي هذه القناة ترى هون من خلال قمر أمريكي معروف، بس لازم نفعله ولو ساعة مرة واحدة بالأسبوع كمان بدنا مصاريف. بس خلينا نبدأ على قد ما بتجينا رح نشتغل، بس هذا مشروع بالنسبة لي أنا تشوفه مالي أنا زين يعني ضل سنتين ثلاثة معكم على الأمر، بس أنا بدي أسس لشيء للمستقبل إنه يستمر ويكون فعلا في هجوم قوي للعرب للجالية السورية وبعدين للعربية.